السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله إلا الإخوة، بزاف ديال الإخوة تيجيو تيسولونا، كيشوفوا الفيديوهات ديالنا على الأحجار الكريمة، الوثائق المطلوبة للحصول على قرض. المهم كيجيو كيسولونا بزاف، كيبغيو ياخدوا كريديات. وأنا نقول لكم واحد الحاجة، والله إلا حس بكم بالله مضروبين ومكويين. كاين بعض الناس مساكن مكويين نيت، كاينين شي وحدين تيقلبوا على قرض وهو مستغني عليه، فهمتيني؟ غير بغا يوسع على راسو وكذا. ما كنهضرش على هادوك، كنهضر على ناس اللي مساكن محتاجين فلوس، عنده عمليه ولا عنده شي مشكل كبير، كاين اللي عنده شيك. والله يكون في العون، انا حس بكم وكنتعاطف معكم. انما باش نشرح لكم الطريقه ديالنا حنايا بالنسبه الاحجار الكريمه، غنشرح لكم كيفاش غنتعاونوا معكم ان شاء الله. اول حاجه بغيت نقول لكم الاخوه، هو ان القرض او السلف هو حل مؤقت لمشكل كبير. نعاودها ونشرحها، القرض هو حل مؤقت لمشكل عويص. نفترض انه عندك انت واحد المشكل عويص، مشكل كبير، هذاك المشكل الكبير تراك ما حليتيهش فاش كتاخذ قرض، لانه انت كنت كتسالك، باقي كتسالك، ربما غتزيد السلف ديالك، كليتي شي فلوس وكتخسر، كيخسرها في مشروع ولا في استهلاك، ومن بعد كيعاود كيقرا راسو مأزم تيقلب على قرض اخر. وانت درتي القرض الاول ما درتي به والو، عاود تقلب ثاني على قرض اخر. الحل الاخوه هو المدخول، هو يكون عندك مدخول، اللي عنده مدخول يزيد مدخول اخر، واللي ما عندوش مدخول خصو يكون عنده واحد المدخول، واحد الحاجه اللي كتدخل ليا الفلوس. فلهذا الاخوه الكرام، غادي نشرح لكم طريقه ربح المال مع شركة أحجار كريمة. الطريقة بسيطة جدا، نحن نمتلك مجموعة من المنتجات. أنا غادي ندير لكم الموقع ديال أوتومان رينج. طبيعة الحال هذه بعض المنتجات التي نبيعها في شركة أحجار كريمة. هذه المنتجات عبارة عن مجوهرات أو حلي، هذه الحلي مرصع بالأحجار، الأحجار اللي هي منها التركواز، منها الفيروز اللي هو التركواز، العقيق، عين نمر، عين الهير، أونيكس، العقيق الأخضر. وهذه الخواتم بطبيعة الحال تتميز بكونها أنها مرصعة بالأحجار، كذلك فيها النقش العثماني نسبة للدولة العثمانية، ونحن نستوردها من تركيا، وهذه الخواتم هي مطلوبة جدا. أنت تكسب المال عن طريق ترويج وتسويق هذه المنتجات عبر الإنترنت أو معارفك، وتبيع للشركة فتحصل على عمولات، يعني عمولات. شوف الإخوة بحال هذه الخاتمة، اللي شاف لي حماق عليها، راه ما كاينش اللي ما تيحماقش على هذه الخاتمة. فقلت أنك طريقة العمل معنا هي أنك أنت غادي تكون مسوق ديال هذه المنتوجات، سواء كان المستوى ديالك جامعي أو ثانوي، ولكن أقل شيء هي القطرية. غادي تصيفطنا طلب الانضمام لشركة أحجار كريمة وتسويق منتجات أحجار كريمة عبر الواتساب، الهاتف غادي نحط لكم في لخة الفيديو، وإن شاء الله غادي تكتب المال وغادي تحل المشكل ديالك بشكل نهائي. أما تمشي تشد الفلوس وتقلص وأنت تتسالك، وكاين اللي فنيتو يرد، كاين اللي ما فنيتوش يرد، الله يسمح ليه. كاين اللي تيبغي يجي يتسلف وهو باغي يرد، كاين اللي تيشد فلوس و تيمشي ياكلهم، المهم ما عليناش. هادي هي المنتجات اللي غادي تحل لك المشاكل ديالك ان شاء الله، وتخليك تحل يكون عندك واحد المدخول ممتاز، سواء كان عندك وظيفة او عندك مدخول او خدام في شركة او ما خدامش. هاد اذا كنتي خدام عندك مدخول غادي تزيد مدخول اخر، و الا ما عندكش حتى شي مدخول غادي يكون عندك هاد المدخول.